أماني، أنا الحاجة الوحيدة اللي أنا يهمني تكوني مصدقها إن أنا عايز أساعدك إني أشوفك مبسوط. وإيه كمان؟ مش مهم أي حاجة تانية. أماني مش قادر أمنع نفسي إني أشوفك وأطمن عليكي. أي وقت أنا في مصر يعني أنا معاكي. طب أنتِ عارفة؟ كل مرة كنت بنزل أجازة مصر كنت بهرب على شرم، على الغردقة، أي حاجة ولا مبقاش في القاهرة بسببك. المرة دي أنا قاعد مستقر وبني حياتي كلها هنا. المرة دي دورت عليكي، كلمتك، كلمت رجاء. تعالي المرة دي ما فكرش في سعادتنا إحنا، أنا وإنتي يا أماني. بس إحنا لازم نتكلم، في حاجات كتير لازم نتكلم فيها. مش لازم، مش دلوقتي. هعرفك على واحد صاحبي تعرفيه من زمان. عمرو؟ برافو. ايه ده؟ لا 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 لا، ايه المفاجأة دي؟ أماني؟ أيوه. ازاي؟ الحمد لله. يا نهار أبيض، دي معجزة. أنتِ ما اتغيرتيش مني. بجد؟ بجد؟ معجزة ولا مش معجزة؟ لا معجزة طبعًا. طب إيه بقى؟ عملتي كده إزاي؟ يعني في ماسكات ما سمعناش عنها، في كريمات بالعسل مثلًا، في إيه؟ لا لا، يمكن هدوء وراحة بال، وما فيش بس يا ولد بس يا بنت، أفتكر ده السبب. المهم أنت عامل إيه؟ أنا عامل فيها سمسار يا ستي، مدوخني معاه كل يوم ننزل نتفرج على شقق. ليه، هو أنت مش قاعد مع أنكل يا خالد؟ لا، ما هي هنا جاية سعادتي. هنا؟ هنا مين؟ أنا بنتي. أنا كنت هقولك. كان هيقول لي انه متجوز، كان هيقول لي انه راجع علشان بنته، كل حاجه كان هيقولها. بس ايه، بتتعرف بالصدفه. انا افتكرته راجع علشاني، ده طلع راجع علشان بنته. ده انا المعلومه الوحيده اللي كانت سانداني انه راجع علشاني. يعني لو الدنيا هناك كانت تمام وبنته هناك كانت تمام، ما كانش رجع. يعني أنا هيلا كده في سكته. أنا الانترتينمنت بتاعته في المسؤوليات اللي جاي بيها. معلش بس اهدي كده، أنت قلتي الإيه؟ الانترتينمنت يا رجاء، التسلية بتاعته طبعًا. لا يا حبيبتي، يروح يتسلى مع حد غيرك. هو لسه هيعرف واحدة جديدة؟ ليه؟ ما أنا موجودة ولسه حلوة وبحبه وما اتجوزتش. يعني مستنياه. بذمتك بذمتك في وضع أزبل من كده، في قلة قيمة وكرامة أكتر من كده. بصراحة لأ. تعملي إيه؟ هاي موني. شيماء. عاملة ايه يا حبيبتي؟ بقولك ايه؟ ايه ده، مال صوتك؟ مفيش، العريس ده اللي انتوا جبتهولي، اللي كان بيجيلي العيادة كتير، كان اسمه ايه؟ جمال صاحب طارق؟ هو ده. انا عايزة اشوفه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.